السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي اهلا بكم النهارده هنشرح التعبير الكتابي كتابه السيره الذاتيه من منهج اللغه العربيه الجديد للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب وعن حل تدريبات الاضواء تدرب على كتابة السيرة الذاتية التعبير الكتابي كتابة السيرة الذاتية أول حاجة تعريف السيرة الذاتية السيرة الذاتية هي معلومات يكتبها الشخص عن نفسه ويستخدم فيها ضمير المتكلم يبقى السيرة الذاتية معلومات أنت بتكتبها عن نفسك وبتستخدم فيها ضمير المتكلم أنا خطوات كتابة السيرة الذاتية: أولًا أكتب اسمك وتاريخ ومكان ميلادك ونشأتك وبعض المعلومات عن أسرتك. يبقى أول خطوة من خطوات كتابة السيرة هنكتب يعني بها اسمنا تاريخ ميلادنا ومكان ميلادنا ونشأتنا وبعض المعلومات عن أسرتنا. ثانيًا تكلم عن دراستك الحضانة والمدرسة. والهوايات التي تفضلها يبقى نتكلم عن دراستنا الحضانة والمدرسة والهوايات اللي بنفضلوها، ثالثاً أذكر موقفاً من المواقف التي حدثت لك ولا تستطيع نسيانها يبقى نكتب موقف من المواقف حدثت لينا ولا نستطيع نسيانها، رابعاً تحدث عن حلمك الذي تريد أن تحققه في المستقبل. يبقى رابع حاجه بنتحدث عن, إيه؟ عن حلمنا اللي احنا عايزين ربنا يوفقنا ونحققه في المستقبل طيب هنا اجيب لك مخطط لكتابه السيره الذاتيه اول حاجه من انا في من انا اسمي تاريخ ومكان ميلادي ومكان نشاتي واسرتي الحاجه الثانيه رحلتي الدراسيه الحضانه المدرسه هواياتي يبقى رحلات الدراسية الحضانة والمدرسة وهوايات ثالث حاجة يوم لا أنسى يوم صعب ويوم سعيد يبقى نذكر يوم صعب أو يوم سعيد بالنسبة لحلمي ماذا أكون في المستقبل يبقى حلمي ماذا أكون في المستقبل خامساً بيقول لك لا تنسى عدد الكلمات يكون مناسب تسلسل الفكر والأساليب والتعبيرات الملائمة والخط الجميل والإملاء الصحيح وعلامات الترقيم يبقى ننساش إحنا بنكتب السيرة الذاتية بنستخدم عدد كلمات مناسب وبيكون في تسلسل للأفكار والأساليب والتعبيرات الملائمة ويكون الخط جميل والإملاء صحيح ونستخدم علامات الترقيم الصحيحة هنا جايب لنا نموذج تطبيقي لسيرة ذاتية أول حاجة إحنا قلنا من أنا فهنا كاتب أنا سعيد اسم يعني سعيد ولدت عام 2010 ميلادي في حي عين شمس بالقاهرة ونشأت وتربيت فيها شعرت أمي بسعادة غامرة عند مولدي فقد أنجبتني بعد خمس سنوات من زواجها، لذلك أقامت حفلًا حضره الأقارب والأصدقاء والجيران. طب بعد كده رحلتي الدراسية، هنا صاحبنا كتب قال إيه؟ ذهبت إلى الحضانة مع ابن عمي بالشارع المجاور وبعد ذلك إلى المدرسة. وقد كنت متفوقا جدا في اللغات وضعيفا في الرياضيات والعلوم لذلك بذلت مجهودا اكبر حتى اصبحت جيدا فيهما انا احب ممارسه الرياضه وقراءه الكتب طب هنا يوم لا انسى لك هناك يوم لا يغيب عن بالي ابدا ولا أستطيع نسيانه، كنت في الحديقة مع أسرتي نضحك ونقضي وقتا ممتعا، ولاحظنا رجلا يمسك عكازا ويمشي ببطء شديد ويبدو عليه التعب، وفجأة تكلم قائلا ساعدوني ثم سقط على الأرض، شعرنا جميعا بالفزع. وكان بين زوار الحديقة طبيب فجرى نحوهم وقام بعمل بعض الإسعافات الأولية له ففتح عينيه وجلس ثم شكر الطبيب على إنقاذه كنت فخورا جدا في هذه اللحظة بالطبيب طب هنا حلمي من بعد ذلك الموقف تمنيت أن أصبح طبيبا لأقدم يد المساعدة للناس وأنقذ المرضى وسأعمل بجد واجتهاد لأحقق هذا الحلم طب هنا عندنا نشاط يقول لك بعد قراءة النموذج التطبيق السابق أجب ألف ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة في السيرة الذاتية يستخدم الكاتب ضمير المتكلم العبارة صحيحة هنا الإجابة موجودة أسفل الأسئلة العبارة صحيحة رقم اثنين أحداث السيرة الذاتية قد تكون خيالية العبارة خطأ في رقم ب احتوت السيرة على أربعة أقسام هي نقط ونقط ونقط أربع أقسام فنقول إيه من أنا رحلتي الدراسية يوم لا أنساه حلمي طب هنا في رقم ج اشتمت السيرة الذاتية على حدث قم بوصفهم فهنا يقول ما رأيته هنقول إيه؟ رجلًا يمسك عكازًا ويمشي ببطء شديد ويبدو عليه التعب، ثم سقط على الأرض، ما شعرت به شعرت بالفزع. في رقم د حدد بعض المفردات والتعبيرات التي أعجبتك وتستطيع استخدامها بعد ذلك، فهنا الإجابة من المرادفات التي أعجبتني. غامرة والمقصود بها شديدة ومن التعبيرات يوم لا يغيب عن بالي حيث صور الكاتب اليوم بانسان لا يغيب. عن حل مع بعض تدريبات الاضواء تدرب على التعبير الكتابي كتابة السيرة الذاتية. هنا عندنا في نشاط واحد بيقول لك اكمل البطاقات التالية ثم اجمعها وأعد كتابة ما فيها لتكون سيرة ذاتية عن نفسك هنا جيب لك صورة بنت البنت تتكلم عن نفسها وصورة ولد الولد يتكلم عن نفسه لنفترض ان المتحدث هنا بنت فهنكتب هنا الاسم اول حاجة هنا بيقول لك انا اسمي ولنفرض البنت اسمها مسك فانا اسمي مسك طب هنا ولدت عام 2008 في منطقة منطقة وليكن مصر الجديدة بمحافظة القاهرة فرح أبي وأمي جدا بقدومي فقام بعمل نغط فقام بعمل حفل كبير هنكتب هنا حفل كبير أسرتي مكونة من نغط أفراد وليكن خمس أفراد أبي يعمل وليكن مهندس نكتب هنا مهندس وأمي تعمل وليكن طبيبة دخلت مدرسة نغط بنكتب وليكن مدرسة الرواد أحب المواد الدراسية وخاصة نغط هنكتب العلوم واللغة العربية من هواياتي وليكن القراءة والتأليف هناك يوم لا أنساه من حياتي وهو اليوم الذي نغط فنقول إيه مثلا ظهرت فيه النتيجة وحصلت على المركز الأول حلمي أن أكون نقط في المستقبل أكون مهندسة في المستقبل سوف نقط كي أحقق هذا الحلم سوف أجتهد كي أحقق هذا الحلم وبعد ما كملنا البطاقات عن مع بعض ونكتب سيرة ذاتية هنكتب مع بعض السيرة الذاتية انا اسمي مسك ولدت عام 2008 في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة وتربيت فيها وعندما ولدت فرح ابي وامي بقدومي فاقام حفلا كبيرا تتكون اسرتي من خمسة افراد ابي يعمل مهندسا وتعمل امي طبيبة ودخلت مدرسة الرواد وكنت متفوقة واحب المواد الدراسيه وخاصه العلوم واللغه العربيه ومن هواياتي القراءه والتاليف وهناك يوم لا انساه من حياتي وهو اليوم الذي ظهرت فيه النتيجه وحصلت على المركز الاول كنت اشعر بسعاده كبيره واتمنى ان اكون مهندسه في المستقبل مثل ابي وسوف أجتهد لكي أحقق هذا الحلم نشاط رقم اثنين حصلت على جائزة كبيرة في مسابقة دولية للعلوم واستضافك مذيع في برنامجه لتتكلم عن سيرتك الذاتية أكمل الحوار التالي لنعرف هذه السيرة هنا عندنا المذيع معنا اليوم طالب من الطلاب المتفوقين حصل على جائزة في مسابقة دولية للعلوم عرفنا نفسك وأخبرنا عن أسرتك أنت نقط هنا الطالب يعرف نفسه وليكن أنا اسمي عمر ولدت عام 2010 بمنطقة مصر الجديدة محافظة القاهرة وتتكون أسرتي من أربعة أفراد أبي يعمل معلما وأمي تعمل طبيبا طيب هنا المذيع وماذا عن رحلتك الدراسية حتى الآن أنت هنا الطالب يتكلم بيقول التحقت بالحضانة في الشارع المجاور بالمنطقة التي أعيش بها ثم التحقت بإحدى المدارس وكنت متفوقا جدا في اللغات المذيع حدثنا عن هواياتك التي تمارسها، أنت الطالب هنا هيتكلم فيقول إيه: أمارس الرياضة وخاصة كرة القدم، المذيع هل هناك موقفا مؤلما مررت به من قبل ولا يغيب عن فكرك؟ أنت نكتب نقول إيه: كنت ألعب الكرة وأصيب صديقي ولن أستطيع أن أعالجه. المذيع، ماذا تود أن تكون في المستقبل؟ فهنا أنت تقول: أود أن أكون طبيباً حتى أعالج الناس بالمجان، أود أن أكون طبيباً حتى أعالج الناس بالمجان. نشاط رقم أربعة: انظر إلى التحليل التالي واكتب السيرة الذاتية التي كتبها أخوك عن نفسه. من أنا؟ حسين من القاهرة. عشر سنوات أسرتي أربعة أفراد، أبي مدرب كاراتيه وأمي أستاذة جامعية، رحلتي الدراسية حضانة مدرسة ابتدائية، أحب اللغة العربية وخاصة القواعد النحوية منها، أمارس الكاراتيه في النادي الذي يدرب فيه أبي، يوم لا أنساه مرض أختي الصغيرة. قبل امتحانها بيوم عدم قدرته على المراجعة لتعبها الشديد مساعدتي لها حتى تنجح حلمي أن أكون معلما للغة العربية لحبي للقواعد النحوية ولأجعل أبناء وطني يعرفون أهميتها وبعد ما قرينا مع بعض التحليل نكتب يعني السيرة الذاتية. أنا حسين ولدت في القاهرة وعمري عشر سنوات وتتكون أسرتي من أربعة أفراد، ويعمل أبي مدرب كاراتيه، وتعمل أمي أستاذة جامعية، وعندما ولدت فرحة بقدومي. التحقت بالحضانة الموجودة بالشارع الذي أسكن فيه، وبعد ذلك التحقت بالمدرسة الابتدائية. وكنت أحب اللغة العربية وخاصة القواعد النحوية وأحب أيضا ممارسة الكاراتيه في النادي الذي يدرب فيه أبي. هناك يوم لا أنساه عندما مرضت أختي قبل امتحانها بيوم وعدم قدرتها على المراجعة تعبها الشديد فحاولت مساعدتها لكي تنجح. وأتمنى أن أكون معلما للغة العربية لحب الشديد للقواعد ولأجعل أبناء وطني يعرفون أهميتها وبكده يكون وصلنا معكم لنهاية درس النهاردة أرجو استفدتم معنا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته